أو سبع دقائق بإذن الله، أسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات الجميع. هذا الإسلام العظيم هو منهج الإنسان في حياته، ولا بديل له، ولا نستغني عن هذا الدين، ولا نستغني عن ربنا طرفة عين. وهذا الدين لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذا لا يمكن للعقل الصريح السالم النقي أن يأتي ويعارض نقلا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام دين يعظم القدر العقل، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الإسلام دين يعطي للعقل مكانته، بل جعل من شرط التكليف أو من شروط التكليف العقل. طيب، هل يمكن أن يأتي نص نبوي كما قال ابن تيمية في الدر والعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح؟ ويقول ابن خزيمة: ومن كان عنده شيئا من ذلك فليأتي لي لأؤلف له بينهما. يعني العقول التي تزعم أن في الإسلام نصوص تأباها العقول، هذه العقول عقول خاوية، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأغبياء بني آدم، لأنهم لا يذكرون الله ولا يعظمون الله. هؤلاء يزعمون أن عندهم عقول وهم حقيقة لا عقول عندهم. آتي مثال: يرفضون حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو التشافي بأبوال الإبل. لاحظ، التشافي يعني جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم علاج وليست شراب للتلذذ والتنعم كاللبن وكالحليب وغيره من المشروبات المباحة، جعله علاج. حتى ألف أحدهم مؤلف ويقول: ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بمنتهى القذارة. سبحان الله، البخاري يورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى القذارة. ما أدري كيف طاقة نفسه أن يصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب لماذا؟ يقول: قياسا على بول الإنسان، فكما أن بول الإنسان مستقدر فرأى أن بول الإبل مستقدر. ممتاز. الآن سنخاطب عقل بعقل: هل لحم الإبل مستقدر؟ قل: لا. طيب لماذا لا تقيس على لحم الإنسان فتستقدره؟ لماذا تأخذ من الحيوان تستقدر شيء واحد؟ طالما أنك قست الإنسان على الحيوان فقسه قياسا كاملا حتى يكون قياسك صحيح. فعليك إذن أن تستقدر لحم وكبد وشحم ونخاع وأمعاء، كل الحيوانات إذا تريد تقيس الإنسان على الحيوان. الإنسان لا يقاس على الحيوان، كل جزئية بالإنسان لا تقاس على الحيوان. عذرة الحيوان يطيقها الناس ولا يستقدرونها، وتجد المزارعين والرعاة والمهندسين والبياطرة كلهم يمشون في حظائر الحيوانات الإبل ولا يتأففون، لأنها روائح قد نزعت منها الكراهية، بحيث لا يتحملون عذرة صغيرة من الإنسان. إذن هذا القياس فاسد، الخلل في عقله وفي فهمه، ليس بالنص المنقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نأتي إليه وتجد لا يستقدر أن يأكل من النحل وهي تقذف من جوفها هذا العسل، والنحل مصنف علميا أنه من إيش؟ فصيلة الحشرات، يعني الذباب والنحل مصنفة علميا أنها من فصيلة واحدة كلها حشرات، كيف لا تستقدرها؟ ليش؟ إذن هي مسألة مزاج وعقل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بشيء لا يكون فيه نفع للناس ولا مصلحة، ولا يمكن أن يأتي بشيء العقل السليم يرفضه.
ناهيك على وجوب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد فقط نخاطبهم بالعقل ليبين لهم أن الإسلام هو المنهج الذي يجب أن تسير عليه في حياتك، لا تدور على الإسلام بدل، لا يمكن أن تجد فيه خلل. نأتي لهم ويرفضون حديث أيضا في البخاري غمس الذباب. طبعا في مسألة الإبل نجدهم الآن حشرات وضعت كعلاج وأمصال أخذت بالحيات ومن العقارب وغيرها ولا يستقدرونها. ليش؟ لأنها ما ترفع للرسول صلى الله عليه وسلم، ترفع للغرب والشرق، فهذا لا يستقدر عندهم ولا يستقبح ولا يرد. أما عن محمد صلى الله عليه وسلم لا، عندهم لا، لازم يعارضون ويشوشون، وهذه لأنهم قدموا بين يدي الله ورسوله. ما يجوز الواحد يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يجوز أن يعارض. نأتي حديثهم إذا وقع الذباب في إناء أحدهم. طيب هذا قبل أدخل في حديث الذباب وأنهي بالكلمة، الفقهاء الأوائل تكلموا إذا وقعت الفارة في السمن، لا يرون السمن باهظ الثمن، وإذا وقعت الفارة وتلوث هذه مصيبة، يخسر صاحبها ولا لا؟ فقالوا إذا كان السمن سائل الله المستعان يقذفه، إذا كان السمن جامد يزيل ما علق حولها حتى لا يخسر صاحب السمن. نأتي إلى الذباب إذا ولغ في إناء أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم فليغمس فإن في جناح داء وجناح. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما ألزمك أن تشرب من هذا إذا وقع فيه، أصلا هذا الشراب الماء قبل أن يقع فيه الذباب هو حل لي، فكيف إذا وقع الذباب تشربها؟ الحمد لله تعافى نفسك، هذا أمر ثاني. تريد أن تنهي المشكلة أغمس، إذا عافت نفسك الإسلام ما يقول لك لا، ما أجبرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له طعام فعاف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعالج مشكلة إنسان عنده المياه وإذا وقع الذباب ممكن يتخلص منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج مشكلة أمة من أول مبعثه إلى قيام الساعة، أمة مترامية فيها العرب وفيها العجم وفيها أهل المدينة وأهل البادية. أهل البادية وأهل المزارع الذباب ملازم لحياتهم، أهل البادية يسحبون من البئر وما أن يعلو الدلو إلا والذباب قد أحاط به من كل جانب وسقط فيه، لو كان أمروا بأنه تنجس لخسروا. يحلب الناقة ويحلب الشاة ويحلبون البقر وما أن يبعدوها عن إلا وقد أحاطت بها الذباب. يطبخون ويرفعون الغطاء وقد أحاطت به الذباب. لو كان كل ما وقع الذباب أهرق كان هلكوا. لو وهذا الرجل المتغطرس الذي رد الحديث هو نفسه الذي رد الحديث وغيره، لو وقع الذباب في سمن عنده أو في شيء باهظ الثمن عسل مثلا بآلاف لطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخوان، ما أنه أهل الأهواء مشكلتهم يأخذون جزئيات ويهملون جزئيات، الإسلام لا، والله الإسلام هذا دين عظيم يا أخوان، دين في كل شؤون حياتك تم. سبحان الله، حتى عند موتك الإسلام ما تركك، علم كيف تكفر وكيف تغسل وألوان الكفن وأنواع الكفن وكيف تقبر وماذا يفعل عند قبرك وكمية التراب التي توضع على قبرك. الإسلام ما تركك همل، الإسلام دين كامل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. لذلك ثقة الإنسان بدين الله العلي العظيم وبخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانه. وأيضا أعرض هذه النصوص على عقل صريح يسلم لله ولرسوله، ستجد هذه الغشاوة وهذا الظلام قد سال للذين سلموا لله ورسوله. أما أولئك الذين لا يسلموا يجعل الله على قلوبهم ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويعيطنا بعنايته ويكلأنا برعايته، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها سلامتها وإسلامها خيراتها واقتصادها، وأن يوفق ولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وأن يصلح بهم البلاد والعباد، وأن ينصر المرابطين على حدود بلادنا، يربط على قلوبهم ثبت أقدامهم وينشر الرعب في قلوب أعدائنا. اللهم احقد دماء المسلمين في كل مكان، ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم،
اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولذرارينا ولأهلينا ولعلمانا ولولاتنا ولجميع المسلمين يا رب، فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثري عيون الحسد في جنة الفردوس فاكتبها لنا. اللهم بارك في هذا الجامع ومن بناه، ومن قام على شؤونه، ومن أمن الناس به، ومن أمن الناس به، ومن أذن به، ومن صلوا به، وجميع من صلوا معنا. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد في جنة الفردوس فاكتبها لنا. اللهم بارك في منطقتنا وبأميرها وبنائبه وبمحاهلها وسكانها. أشكر الله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، أن يسر هذا اللقاء معكم. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية تنظيم هذا اللقاء ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، وجمعية الدعوة وتوعية الجاليات بحي السلي، وأخي الشيخ من المسجد ومؤذن المسجد وجماعة المسجد والإخوة الذين نظموا هذا اللقاء والحضور الكرام والمشاهدين والمستمعين. فأسأل الله أن يجعله شاهداً لنا لا علينا، حجةً لنا لا علينا، يوم نقف بين يديه. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أن نسألك العفو في العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.